على مدار 3 أيام في العاصمة الإدارية الجديدة وبحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، عدد من الوزراء، نخبة واسعة من كبار الاقتصاديين المصريين. انتقل قد فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 الذي دعا لتنظيمه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي المؤتمر الاقتصادي بكلمة عن الأوضاع، الأوضاع الاقتصادية، مستقبل البلاد، ومجددا حمل السيسي ثورة يناير كانون الثاني 2011 مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية في مصر، مؤكدا أن ما جرى في 2011 كان بمثابة إعلان وفاة للدولة المصرية. خطاب السيسي لم يتخلله وعود بتحسين الأوضاع الاقتصادية، بل قال إنه لا يستطيع تحسين الوضع بمفرده، ونفى أن يكون قد وعد المصريين بتحسين الأوضاع الاقتصادية. هذا كلامه. أنا بقى جيت في الحملة بتاعة 2014 قلت لكم أنا لها؟ لا، اديتكم وعود جميلة؟ لا، قلت لكم تحدي كبير قوي، والتحدي ده ممكن مع بعضنا هو أكبر من الدولة المصرية كقيادة كحكومة، لكن مش أكبر من قيادة، من أكبر من الدولة المصرية كشعب. أضاف السيسي خلال الخطاب حول الإصلاح الاقتصادي أنه كان على استعداد لإجراء انتخابات مبكرة في عام 2016. طيب السيناريو بقى كان تكملته إيه؟ لو الشعب رفض المسار، قلت كده برضو، قلت على طول الحكومة تقدم استقالتها الخميس وأنا حدعو الانتخابات الرئاسية مبكرة السبت. شجاعة القرار ولا فضيلة القرار؟ شجاعة القرار ولا فضيلة القرار؟ أنا أتصور الاثنين مع بعض، شجاعة القرار وفضيلة القرار، إن القرار اللي أنت بتاخده ده بتحمي بيه أمة مش بتحمي بيه نفسك. لكن ذاكرة المصريين كانت حاضرة بقوة بعد تصريحات السيسي التي أنكر فيها تقديم وعد للمصريين خلال حملته الانتخابية، وأعادوا نشر مقطع فيديو له أثناء الحملة الدعائية عام 2014. دعونا نتابع. فإمتى المواطن ممكن يشعر ببعض التحسن في حياته، سواء صحة أو تعليم أو حياته؟ سنتين. سنتين؟ طبعا ده معدل سريع. إن شاء الله. إن شاء الله سنتين يحصل تحسن. يحصل تحسن. طيب اتكلم على واقع يتغير بجد، والناس تشوف في حاجة، طرق بتتمد وكباري بتتعمل ومدارس بتتقام ومصانع بتشتغل ومزارع بتتعمل بجد بمعدلات، بقول تاني، غير مسبوقة، والناس مش هتستريح خالص خالص. المصريون يعانون ظروفا اقتصادية صعبة منذ تعويم الجنيه عام 2016 الذي وصفته الحكومة بالدواء المر للتعافي من أثار السياسات الاقتصادية الخاطئة على مدار عقود. انخفض مشاهدينا الجنيه إلى مستويات قياسية، فاقدا أكثر من 50% من قيمته، وارتفعت الأسعار بأكثر من 200%، ودخل الاقتصاد بتضخم على مستويات قياسية. بحسب آخر دراسة أجراها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لهذا العام، بلغ معدل البطالة 7.2%. كيف جاءت تعليقات المصريين؟ ضجت مواقع التواصل بين مستذكر ومستنكر وعود السيسي بتحسين الاقتصاد المصري وأوضاع المصريين. هنا حسن يذهب إلى الكلام، كلام السيسي صحيح 100%، حتى أنه لما سئل عن برنامجه الانتخابي قال أنا ما عنديش برنامج انتخابي، والشعب كان بيصفق ويرقص هنيئاً، يصفق يعني أو يسقف ويرقص هنيئا لنا بهذا البطل الذي صدق منذ البداية، وإحنا افتكرناها نكتة. أما سامح، الحكم حكم العسكر، خلق جيلا بيدافع باستماتة عن أي رئيس من داخل الجيش، مش مهم هو صح ولا خطأ، عنده رؤية ولا لا، عنده القدرة على إدارة الدولة والنهوض بها وسط الأمم ولا لا، المهم عندك الولاء التام للأعمى لأي جنرال من داخل الجيش وكأنه إله. أما هنا ريتا، لا يسعني في هذا المقام
إلا أن أستذكر قولك الذي حير العلماء والمفكرين. الحكاية كانت كده وإحنا كنا كده، وبالرغم من كده عملنا كده، ودي المعجزة. أما هنا أحمد العواد، طب الراجل فعلا حل مشكلة الكهرباء والأمان في الشارع خلال سنتين، وقال هتشعروا التحسن، وده حقيقي. وبرضو قال أنا ما عنديش غير الشغل ولا أملك عصا موسى، ولكن جميعا يمكننا تخطي التحديات اللي كانت وما زالت كثيرة. لكن مشاهدينا، لم يكتف المصريون بالتغريد، بل تم مشاركة وإعادة نشر العديد من الفيديوهات من وعود السيسي للشعب حول تحسين الاقتصاد والأوضاع المعيشية في عدة مناسبات. دعونا نتابع هذا الفيديو. إن شاء الله آخر الشهر ده هكون الدولة خلصت تدخلها لتقليل الأسعار بشكل مناسب. وقفوا جنب بالكم مصر ست شهور بس، واحنا هتلاقي الامور ان شاء الله افضل من كده بكتير. لن يحدث تصعيد في الاسعار للسلع الاساسيه، ومطالب الناس مهما حصل، ومش هيحصل حاجه للدولار يعني، لكن بقول مهما حصل للدولار. ظروفنا الاقتصاديه كده، مفيش غير العمل والصبر. 30/6/20 هوريكم فضل الله، بفضل الله دولة تانية. احنا اول وعد معاكم قلت لكم اصبروا معايا سنتين. قلت اصبروا معايا ايه؟ سنتين. شكرا لمشاهدتك ترندنج. سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا واعجابك بها وتعليقك عليها.